هذيك الإصبع كما يعني أرانيه شيخنا الألباني رحمه الله، فقد كنت أصلي بجانبه يوما في الصلاة، وبعدين بحرك، كنت أحرك إصبعي هكذا، كنت أعمل كده، كنت أحرك إصبعي هكذا. فالحقيقة لما خلصنا الصلاة فقال لي يعني هل قرأت شيئا يوافق هذه الحركة؟ سبحان الله، يعني أنا تأثرت كثيرا بأدب الشيخ رحمة الله عليه معي، يعني مش اعترض وقال لي إيه الجهل اللي أنت بتعمله ده والكلام ده، لا، سألني هل لي مستند يعني إن أنا بأحرك الإصبع هكذا؟ فقلت له لا، سوى أنني قرأت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك فحركت. قال لا، هذا ليس اسمه تحريكا، ده اسمه خفض ورفع، ده اسمه إيه؟ خفض أهو ورفع، خفض ورفع. قلت له طب كيف أحرك يا شيخنا؟ فقال هكذا، وضع يده كده على الركبة ونصب هذا الإصبع إلى القبلة هكذا، وجعل يحركه حركة شديدة في مكانه، يعني لم يصرف الإصبع عن القبلة، يجيبه تحت ويطلعه فوق، لا كده، يبقى الإصبع متجه إلى القبلة وبعدين يحرك هكذا بشدة هكذا. ده صفة تحريك الإصبع كما رأيتها من شيخنا الألباني رحمة الله.